ترى ايه اخبار بوزر؟ بيتهيالي اني لازم اروح اطمن عليه. يا ريت يبقى صاحي. ايوه يا مايك انا ديك. سمعت انك جبت شين رايلي، بس لما رحت الكوخ عشان استجوبه ما كانش هناك. ايوه بخصوص ده يا مايك، انا حاولت بجد ان اجيبه، فعلا حاولت، لكن هو اتخانق معايا خناقه فظيعه. يعني ما سابنيش اختيار يا مايك، ما سابنيش. انت فاكر انا قلت لك عن طريقنا في التعامل هنا؟ ايوه يا مايك انا فاكر. لاست ليك حاول. شكرا يا ريكي. ديك لازم تسرع. ريكي ايه المشكله؟ الراجل اللي احنا كنا بندور عليه، إيريك لينش، اللي قتل كامبل وريد في المزرعه. لينش مان، الحقير. تعرف هو فين؟ ايوه هو على الشاطئ الشمالي عند المركب القديم. كيزو عايز يروح وراه، لكن ايرون مايك قال انت اللي تروح. انا هجيبه. شكرا ديك، بسرعه. كنتش هعرف ده. ايوه يا ريكي. تمام، هعدي عليكي. سانت جون حول. ديك احنا عايزينه حي. حي؟ اوه بجد؟ لا ليه؟ قبل ما يهرب سرق شنطتين فيهم بذور. ديك احنا محتاجين البذور دي. زفت. محتاجين نعرف هو باعهم فين او خباهم فين. انت كده بتعقدي يومي اكتر. تمام انا هطرده. طيب ديك نحول. اهلا تاج، عندك شغل ليا؟ هعدي عليكي لما الاقي فرصه. ديك نحول. لحمه. ديك انا كوب، انت هناك؟ كوبلند. ايوه انا هنا. انا خلينا اخمن، جايب لي شغل تاني؟ طيب هعدي عليك. ديك نحول. هو ده. أقدر أصلح ده، المفروض ده ينجح. يا
ماشي فين؟ انت بتاعي دلوقتي. هو قرف لقيته. تعال هنا يا لينش. لا تقدر تهرب. روح في داهية يا سنت جون. هضرب على الموتوسيكل. وقفوهم. ما يهربش منك هديك. انت حقير سمعني. الاخبار يا لينشمان؟ ايه هو المعسكر مش بياكلك كويس؟ يا حقير فكرت هتقتل الراجلين وتهرب بحاجتنا؟ ها؟ طبعا عادي لو شويه ماتوا من الجوع لانك اخدت كل اللي انت محتاجه صح؟ ابعد عني بقى يا حقير. استنى لحظه، ريكي هتبعت رجاله قول لهم خبيت البذور فين، ممكن هيضربوا عليك نار بس احسن ما يعذبوك بالبطيء. ايه رايك في ده؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه. ماشي براحتك. هبعت لك الموقع، ابعتي لي حد عشان ياخده. هو معاه البذور على الموتوسيكل. ارجوك لا ما شفتهمش. ماشي هنجيبه هنا لوست ليك. حول هشوفك لينش. بص في حد هنا. البوابة بتتفتح. اهلا، فرصة سعيدة. اهلا بلير.
أوكي حلو جدا. أيوة ده تطور فعلا. تمام أشوفك قريب. أهلا، جبت لي شوية جوائز؟ كنت مشغولة. خلاص كده دلوقتي. أوه. افتح البوابة ده ديركس. يا ريكي قعدت الرجالة علشان يجيبوه؟ أيوة هو بقى متعاون أكتر مرة واحدة. من الواضح إن رجالتنا وصلوا له قبل ما يوصلوا مسخ، هددوه إنهم هيسيبوه مكانه لو ما قالهمش مكان البذور. آه غريبة قوي. أيوة عارفة، لو أنا كنت سبته يتعفن. أنت عارف أيرون مايك ممكن يقول إيه على الموضوع ده؟ ايوه انا عارف. اشوفك بعدين يا ريكي. ايه الاخبار يا ليك؟ ميرسر يمكن المره الجايه وريهم العجب يا ليك. خدتش بالي. ايه ديكن صح؟ ايه اخبار الموتوسيكل يا زين؟ ساعدك ديك. شكرا انك جيت. ايه اللي بيحصل؟ انت فاكر لارسن الراجل اللي كان بيراقب البنت في ماريون فوركس اللي أنا قلتلك عليها؟ أيوة أنا فاكر. طيب هو رجع تاني هناك؟ هنشوف هو هيلاقي إيه تاني. هو مرجعش تاني. بنعتقد إن في مجموعة رحالة بيمشوا من خلال بلناب البرية أخدوه. خبر هو تشاف فين؟ المبنى اللي في الناحية الشرقية للمدينة، فندق واجن القديم. أيوة عارفه. شكراً يا ديك أنا مقدرة ده. انت هنا علشان موتوسيكلك صح؟ هاي زاني انت بتبعدي عن المشاكل؟ شكرا لانك جيت. استنى يا ديك فهم. ديك سمعت انك اتعقدت يا كلامش. ايوه يا مايك لقيته. عايز اشكرك انك ما قتلتش شرطي. هيكون في محاكمة وهياخد فرصة يقول حكايته. اوه عظيم. خسارة ان كامبل وريد مش عايشين عشان يحكولنا دورهم. هيبقى في ناس هناك تتكلم بالنيابة عنهم، وكمان عندنا شهود. هو ده اسلوبنا يا ديك. سيبهولنا خمس دقايق وهيبقى عندك اعتراف. شكرا احنا تصرفنا. ايرون مايك حاول خردة كتير. أنا محتاج ده.
أهلا، أنا تاني. طيب أخدت بوزر لمعسكر لوست ليك وعارف عارف قلتلك أنا مش هرجع هناك بعد تهديد آيرون مايك ليا إنه هيقضي عليا وكل ده، بس ما كانش عندي اختيار. بصي بوزر كان هيموت. طيب وما كانش عايز يروح، أنا اللي ما كنتش عايز أروح، بس زي ما قلت ما كانش عندي اختيار، ما كانش حد عنده اختيار، علشان كده ما فرقتش. على أي حال هو فقد دراعه دلوقتي، هو متعلق، أقصد إحنا متعلقين. سكيزو الملعون، عارفة أنا مش فاكر أني كلمتك على الأرجوز ده في مرة قبل كده، بس هو مبسوط بالدمار ده وقال أنه كان بيقوم بأعمال عنيفة في ساكرامنتو فريزنو، مش فاكر، بس هو مش من هنا وهو مش كده. هو بيدعي أنه كان تاجر ممنوعات وأسلحة من كاليفورنيا للأوريغون، وبعد كده الدنيا اتبهدلت أكتر، عارفة؟ أعتقد أنه مليان قرف. بالنسبة لي شكله عيل صغير من فريق لاكروس وبيبيع مشروبات غازية في محل صغير، أو لا 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 لا، كان عنده وظيفة صغيرة في شركة محاسبة بتاعت أبوه، كان بيصور الأوراق وبيعمل القهوة للناس الصبح، فهماني؟ هو بيجيب فلوس في اليوم أكتر من اللي بجيبهم في الأسبوع. عارفة كان في لعبة كنت بلعبها أنا وبوزر قبل ما نخرج من لوست ليك، وسمينا اللعبة دي كنت إيه زمان؟ عارفة كنا بنبص لأي حد ونحاول نخمن شخصيته وكان إيه زمان قبل كل ده، فهمة؟ عارفة قابلت مجرمين ومساجين كتير، ما قابلتش محاسبين، علشان كده الأمر منطقي لو فكرت كده. بعد أسبوعين بعد بداية الدمار أقصد، يعني كان معرض مسوخ، مستحيل إن محاسب أو واحد شبه كده إنه ينجي من كل ده، علشان كده ممكن سكيزو يكون صح. أنا مش آسف إنك ما حضرتيش ده، أنا مش آسف. على أي حال أنا وبوزر كنا عايزين نروح للشمال ونبعد عن كل القرف ده، بس ده مش بيحصل قريب أو مش هيحصل أصلاً. لحظة، بص للناحية الإيجابية، يظهر إنك هتبقي معايا. طيب هبقى مر عليكي، سلام. هنا الحاو، يلا بينا.